رجل له من مهابة الاسم ورفعة المسمى نصيب، حاز محبة الجميع بتواضعه الجم وعطائه الدائم ونفاذ بصيرته في الرقي بالبحث العلمي بجامعتنا الغراء جامعة المنيا. بكر تلألأ في ربوع محبة ملك القلوب بحكمة وضياء، محيي ببسمة وجهه أرواحنا، فلتنصتوا ولتسعدوا بروائي. مع كلمة سعادة الأستاذ الدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة السيد الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السيد اللواء الوزير قاسم حسين محافظ الإقليم، السيد الأستاذ دكتور مصطفى بيع عبد النبي رئيس الجامعة، السيد الفاضل الأستاذ دكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، السيد الأستاذ دكتور محمد عبد الرحمن ريحاني رئيس المؤتمر وعميد كلية دار العلوم، السادة العمداء والأساتذة الأفاضل، العلماء، الضيوف الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من مصر كنانة الله في أرضه، ومن المنيا عروس الصعيد متمثلة في جامعة المنيا درة تاج المحافظة، التي تشرف بتواجدكم فيها مشاركين وممثلين في مؤتمر عالمي أحسبه طفرة علمية ومحاوره تتناول الدراسات البينية في العلوم العربية والإسلامية في ضوء التسارع التكنولوجي والمعرفي، وهي قضية محورية في علاقتنا مع الحداثة، وتثبت هذه وهذا المؤتمر أنه ليس هناك صدام بين علوم حضارتنا وبين الحضارة الحديثة، وليس هناك ما يسمى صراع الحضارات ولا نهاية التاريخ، بل هناك توافق واتفاق وإضافة تضيفها حضارتنا ودراساتنا وعلومنا العربية والإسلامية إلى الحضارة الحديثة بعلومها ودراساتها واختراعاتها. أتمنى لكم جميعاً ضيوفاً ومشاركين مؤتمراً مثمراً مفيداً للإقليم ولمصر وللإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.